اهلا بكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. هنكون معاكم شادي شاش وانا ريهام السهلي على مدار ساعتين وقراءه في اهم واحدث الاخبار المحليه والدوليه. اهلا يا شادي. اهلا بك يا ريهام واهلا بمشاهدينا الكرام. هيكون معانا الليله عدد من القصص الاخباريه المحليه والدوليه اضافه الى فقراتنا المتنوعه واللي هنناقش فيها قضايا مع ضيوفنا ومراسلينا، ولكن نبدا باهم اخبار هذا اليوم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التحريض على التدمير ليس بالرسالة الحضارية لبناء الأمم، وخلال استقباله لوزراء الأعلام العرب في قصر الاتحادية أكد الرئيس السيسي أن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والهدم، وأن التعمير والسلام والتنمية لن يتحققوا إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضري آمن. كما أكد الرئيس على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية. وفي سياق متصل وجه الرئيس السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض ودعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين. وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بالدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حيث اطلع على الخريطة الوبائية العالمية والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة وزراء الإعلام العرب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب، مشيرا سيادته إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي، وهو الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي. ومشدداً سيادته على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب. وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد السيد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري آمن. من جانبهم أعرب السادة الوزراء المشاركون في الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب والمنعقدة حالياً بالقاهرة عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مشيدين بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة سيادته على كافة الأصعدة سياسياً وتنموياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي تقدم نموذجاً يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله. كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي. وقد أعرب الحضور عن تسمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمة سيادته في إدراك متطلبات بناء الدول، مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها،
وإنما تشارك فيه أيضا المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة والتعبير عن أولويات سليمة وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها والتصدي للأكاذيب والشائعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية، حيث وجه السيد الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين. كما اطلع السيد الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر، والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد، واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج. وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة، مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توفرها. كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية. كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022-2023 عن نقاط مضيئة في الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات العالمية، ومنها مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والبالغة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022. نتعرف أكثر عن تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج من خلال العرض التالي. معنا على الهاتف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أهلا بحضرتك. ويعني ما الذي يعكسه ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الحالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية؟ يعني 2021 كان 31.5 مليار ووصلنا ل 35 مليار. بداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا هو زيادة ملحوظة، وطبعا ده بتيجي نتيجة للجهود اللي بتبذلها الدولة للتيسير على العملاء المصريين العاملين في الخارج، وفرت الدولة طرق آمنة لنقل أموالهم، طبعا بالإضافة إلى السياسة النقدية اللي انتهجت شهادات استثمار كانت 18% ولا 14% اللي كانت طبعا فرصة لجذب مزيد من الأموال المصريين للاستفادة من العائد اللي وفرته هذه الشهادات. طبعا كل هذه طبعا الأمور بالإضافة إلى يعني بتقول كافة المزايا اللي بتوجهها الدوله للعملاء يعني ابنائها في الخارج بجهود وزارات الدوله المختلفه
لتذليل كافه العقبات اللي بتواجههم لنقل اموالهم، لتوفيرها من خلال المصارف المصريه او فروعها في الدول الخارجيه. ده كله طبعا بيساهم ان احنا بنشوف النهارده زياده غير مسبوقه لتحولات المصريين بالخارج، اللي تعتبر مورد مهم جدا للحصيله الدولاريه اللي داخل الاقتصاد المصري. الى اي مدى دكتور ده مؤشر لثقتهم في الاقتصاد المصري؟ طبعا بالفعل هي الارقام مش محتاجه ترجمه، يعني النهارده لما بنشوف الارقام بتزداد يوم بعد يوم، هي ترجمه للوضع الحقيقي النهارده، اللي يعني بنقول بقى في ثقه متزايده او متصاعده للعاملين في الخارج. ويمكن مصر من اولى الدول في المنطقه اللي ليها حصيله دولاريه من او يعني الاكبر دخل ليها من العاملين في الخارج، التحويلات الخارجيه للداخل. طبعا دي شهاده ثقه في حد ذاتها ان المصريين في الخارج بيثقوا في اقتصادهم وبيثقوا في بنوكهم المركزيه. ويمكن النهارده هي بتترجم بارقام، النهارده مش كلام فقط يعني. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا لك. هنروح إذا مشاهدينا، ما زلنا معكم في حديث الأخبار، ونذهب إلى قصة خبرية أخرى أيضا هامة بتعكس جهود الدولة في القضاء على فيروس سي. شاركت مصر في إطلاق مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي بحضور جون وورد رئيس التحالف العالمي للقضاء على الالتهاب الكبدي. بتقام هذه الفعاليات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 77 في نيويورك بالولايات المتحدة خلال الفترة من 13 وحتى 26 من سبتمبر. وافقت مصر على الترشح لريادة المجموعة للعمل وسط جهود دولية بهدف التسريع من وتيرة القضاء على الالتهاب الكبدي فيروس سي بحلول عام 2030، تماشيا مع تجربتها الرائدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية. للمزيد من التفاصيل معنا على تليفون دكتور محمد المنيسي أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي. دكتور مساء الخير، وقول لنا الأول يعني كيف ترى قبول مصر أو قبول ترشح مصر لريادة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على فيروس سي؟ التجربة المصرية كانت رائدة وناجحة، كان هناك رؤية حكيمة وخطى ثابتة تمت بنجاح مطلق ومسح الشامل لمعظم المصريين، وتم السيطرة بالكامل. ما كانش فيه بيت موجود في مصر ما كان يخلو من فيروس سي. كل يعني كان فيه عدة إصابات بعدة ملايين، وكان كل مرة كانت الأرقام متباينة في الأبحاث لكن المسح الذي تم كان واضح وإدى وضع رخصة قيادة أو رخصة أو أي حاجة ليها علاقة بالحكومة بدون ما يكون معنا الورقه بتاعه 100 مليون صحه او المسح بتاع فيروس سي. مصر قامت بتوفير الدواء بالمجان. قمنا بفتح مجموعه المراكز الكبديه في القاهره وفي ربوع مصر بالكامل توفير الدواء، وكان الاداء عظيم لان كان الاطباء على اعلى مستوى والتدريب المهني كان عظيم، والتدريب التمريض والمعامل كانت يعني بتقوم بعمل كفء تماما مع فكرة المسح الشامل. فتم السيطرة على فيروس سي وقمنا بتصنيع الدواء في مصر. وهذه التجربة الرائدة كان بيجي لنا ناس كثيرة من دول صديقة ودول غربية كانوا غير خاضعين للتأمين الصحي في بلادهم، وكانوا بياخدوا الدواء في مصر بسعر بسيط. في بلدهم كان بيوصل ل 150 ألف دولار فترة العلاج اللي هي كانت تتراوح ما بين 3 لـ 6 أشهر، ومع تعدد البروتوكولات وظهور أدوية جديدة في هذه الفترة كانت الأرقام كبيرة جدا. فكان الناس يعني بتهرب من بلدها وياخدوا الدواء المصري، ويعني في العيادات الخاصة بأسعار لم تكن تزيد عن
عدة مئات وقليل يعني 1000 ل 2000 جنيه. كورس العلاج بالكامل في بلده كان أكثر من 150,000 دولار حينما كانت هذه الأدوية في البدايات. فهو نجاح غير مسبوق الحقيقة، وتجربة كان فيه رؤية واضحة وخطى ثابتة وتنفيذية، لأن المراكز موجودة والناس كانت بتسجل من خلال النت. مع وجود المسح اللي هو قدر يعمل مسح بياني للشعب المصري، مش فقط أفاد في فيروس سي، ولكن كان عندنا للسكر وللضغط وللأمراض الغير سارية. ثم بعد كده توالت المبادرات الرئاسية، ودي كانت يعني مش فقط فيروس سي، التقزم، الأطفال، الكشف المبكر عن الأورام. يعني كان في حلول سريعة لحل مشكلة الصحة المتراكمة على فترات قديمة. انت في المدة الزمنية القصيرة 8 سنوات كان في طفرة ونهضة شاملة في القطاع الصحي، بالإضافة لكافة القطاعات، تنمية في كافة القطاعات بخطى سريعة كانت الحقيقة تاخد مدد زمنية أكبر من 8 سنوات، تاخد عقود. نعم، أنا بشكر حياتك، شكرا جزيلا دكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي. أشادت منصة كوارتز أفريكا الإخبارية المعنية بشؤون التنمية المستدامة في أفريقيا في تقرير لها بتبني الحكومة المصرية بالتعاون مع جهات دولية عدة مبادرات تعتمد على التقنيات الحديثة لدعم المزارعين وتطور القطاع الزراعي في مصر. وفي سياق متصل، تقوم المراكز البحثية بجهود كبيرة من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل وفي مقدمتها القمح. نتابع العرض التالي عن جهود الدولة للنهوض بقطاع الزراعة ونعود إليكم. معنا على الهاتف الدكتور زكريا فؤاد، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث. بعد التحية لك دكتور، إذا منظمات ومنصات دولية بتشيد بهذه التجربة المصرية المستدامة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في قطاع الزراعة في مصر، كيف رأيت هذا التطور خلال السنوات الماضية؟ أهلا بحضراتكم وبجميع السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة في السنوات الماضية حصل نهضة كبيرة في القطاع الزراعي المصري في مختلف المجالات، سواء في التوسع الرأسي أو التوسع الأفقي، أي بزيادة مساحات جديدة واستصلاح أراضي جديدة في مختلف المجالات، مشروعات زراعية قومية، مشروع مستقبل مصر، مشروع الدلتا الجديدة، مشروع توشكا، وكثير من المناطق اللي بيتم استصلاح ملايين الأفئدة الأفدنة من الزراعة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة. ده أدى إلى حدوث نهضة زراعية، سواء على مستوى الأمن الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل كثيرة، وكذلك زيادة الفرص التصديرية وزيادة التصديرات في الفترة الماضية بزيادات كبيرة جدا وفتح أسواق جديدة. ده أدى إلى زيادة سمعة الأسواق التصديرية والمحاصيل المصرية التصديرية للخارج، وكل دوت أدى إلى إشادة دولية من مؤسسات عديدة عن النهضة وعن التقدم في مجال الزراعة الحديثة في مصر.
طيب جهود الدولة اهتمامها بقطاع الزراعة يعني خلال الفترة اللي فاتت بتشوفوا ازاي وايه اللي بتعكسه المشروعات كمان القومية العملاقة في هذا القطاع؟ طبعا المشروعات العملاقة في هذا القطاع من اصلاح ملايين الافدنة وكذلك من انشاء ارتباط زراعية على مساحات كبيرة جدا لإنتاج معظم المحاصيل والاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر والفاكهة وتعظيم الإنتاجية وزيادة الفرص الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية. نقدر نقول إن رغم التحديات العالمية والتحديات الدولية وتحديات التغيرات المناخية وكانت أزمة كورونا وسلاسل الإمداد، رغم كل هذه التحديات اللي كانت تعيق الإنتاجية الزراعية في كثير من الدول، إلا إن الحقيقة إن الزراعة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة المساحات المستصلحة والتصدير لأسواق خارجية بمحاصيل مختلفة من الخضر والفاكهة. ده كله واستنباط سلالات أيضا يا دكتور بتزيد من إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مقدمتها القمح. دي نقطة مهمة جدا خصوصا في التحديات التغيرات المناخية، ففي أصناف بتكون مقاومة للأمراض، في أصناف بتكون بتعطيني إنتاجية أعلى، في أصناف بتكون بتقاوم درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة حسب المحصول، وكل دوت بيؤدي إلى تعظيم زيادة الإنتاجية اللي بنسميها التوسع الأفقي، التوسع الرأسي، كذلك التوسع الأفقي في المساحات. ده كله مع المشاريع الكبيرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام منهج الزراعة الذكية مناخيا اللي بتوافق مع التغيرات المناخية، كل دوت أدى إلى زيادة في الإنتاجية وفي الجودة وبالتالي زيادة في تحقيق الأمن الغذائي المصري للمستهلك المحلي وكذلك تعظيم التصدير للأسواق الخارجية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا فؤاد الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث. ملفنا الآن هو ملف التغيرات المناخية. بتبذل مصر جهود كبيرة في حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقليل هذه النتائج التي عصفت باقتصاديات دول كثيرة في العالم. بتنفذ مصر مشاريع مثل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة اللي بتؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات. نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من ضيفنا على الهاتف الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة. بعد التحية لك دكتور، إذن كيف ترى هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية بشكل عام؟ أولا بشكرك على اللقاء وبرحب بحضرتك كل سادة المشاهدين. الحقيقة أن مصر خدت موضوع التكيف مع التغيرات المناخية على أكثر من محور، وكان واحد من المحاور المهمة جدا كان محور ارتفاع سطح مستوى سطح البحر في السواحل الشمالية وفي المنطقة بالذات القريبة من الدلتا، لأنه بلا شك انه الاستثمار اللي عملته مصر في على السواحل الشماليه في مشروعات اقتصاديه وفي بنيه تحتيه وفي ايضا لما نتكلم على الدلتا بقدرتها على انتاج واساس الامن الزراعي في مصر او الامن الغذائي في مصر، فبالتالي كان لازم جهود مصر تكون موجهه للتكيف مع التغيرات المناخيه اللي بتاثر على هذه المناطق. فكان احد المشروعات زي ما حضرتك تفضلت في العرض اللي حضرتك قلته في المقدمه هو المشروع الخاص بحمايه الشواطئ من ارتفاع مستوى سطح البحر، وده مشروع الحقيقه كان مشروع من المشروعات المهمه جدا اللي قدرنا بيه نحمي الشواطئ وخاصه في المسافه ما بين الاسكندريه الى دمياط. هي دي المنطقة اللي كانت أكثر المناطق اللي احنا مهتمين بيها في المرحلة دي، وخاصة إنها كانت أيضا بتحمي منطقة الدلتا من كل الأسباب اللي ممكن يتعرض لها والتأثيرات اللي ممكن تتعرض لها هذه المنطقة من ارتفاع سطح البحر. طبعا الجزء الخاص المهم كان دي إن احنا نحمي الشواطئ من إنه عندما ترتفع مياه البحر إنها لا تتغول على الأرض سواء كانت المناطق السكنية أو المناطق الزراعية،
وكنا لو تفتكر حضرتك كان من سنوات كده كان بدأت بعض التقارير تقول انه هيكون في نسبة 6 ملايين نازح في مصر ممكن يحصلوا لو المية غطت الدلتا او غطت جزء منها. فطبعا المشروع ده بيحمي بالكامل الدلتا من ارتفاع سطح البحر، لكن كمان بيواكبه في نفس الوقت التكيف في مجال الزراعة، لانه اذا احنا حمينا سطح البحر الشواطئ من ارتفاع سطح البحر، لكن وصول المياه المالحة الى المناطق الزراعية بالذات والمناطق المنتقمة للساحل ما زالت تهديد بيواجهنا، وطبعا اصبحت يعني حقيقة. فعشان كده التكيف في مجال الزراعة واستنباط الزراعات وايضا استخدام بذور ونباتات تتحمل الملوحة اللي بتزيد بسبب تواغل هذه المياه في المياه الجوفية ده كان أيضا جزء مهم جدا. فكده يبقى حفظنا على أمن الشواطئ والسواحل ونحافظ عليها أنها تظل بكل اقتصادياتها مستمرة في عملها دون أي مشكلة. والجانب الآخر أيضا في مجال الزراعة فيصبح الأمن الغذائي في مصر مؤمن بالكامل ولا توجد له أي طيب. دكتور يعني بتشوف ازاي نجاح المنظومة بقى اللي بتمتلكها الدولة المصرية في مواجهة تغيرات المناخ؟ المنظومة زي ما حضرتك قلتي طبعا يعني هتظهر بالكامل الحكاية دي باستضافة مصر للكوب 27، لكن كان أهم حاجة في هذه المنظومة إن مصر أعلنت في بداية هذا العام استراتيجيتها الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية ل 2050. يعني احنا بنتكلم على تقريبا 30 سنة من دلوقتي، لمدة 30 سنة. واتحطت الميزانيات بتاعتها وهي الحقيقة تكلفة عالية جدا، يعني تكلفتها تقرب من 324 مليار دولار، ده رقم كبير جدا لكنه رقم منطقي لحجم التأثيرات اللي هتحصل على مصر بالتغيرات المناخية. لكن الحقيقه ده كان جزء اساسي، من غير استراتيجيه نكون عارفين فيها احنا هنعمل ايه، يبقى احنا بنتكلم كلام يعتبر كله مجرد يعني خطوات عاديه من غير اي استراتيجيه واضحه ولا خطه واضحه. فالاستراتيجيه كانت نقطه اساسيه. استضافه القمه مهمه جدا لانه احنا داخلين بمجموعه من المبادرات لهذه القمه، وهذه المبادرات بتغطي بالذات الجزء اهم حاجتين فيهم، هي طبعا الجزء الخاص بالمياه والجزء الخاص بالزراعه، ودول اهم حاجتين بالنسبه لمصر، الامن المائي والامن الغذائي، اللي هم هيكونوا الحاجه الاكثر تحديدا بالنسبه لمصر والمصريين من جراء التغيرات المناخيه. وبعدين ادماج كل ما يمكن من خطوات الحفاظ ومواجهه تاثيرات التغير المناخي في سياسه الدوله، سواء كنا بنتكلم بقى على طرق، بنتكلم على نقل، بنتكلم على سياحه، بنتكلم على صناعه، بنتكلم على زراعه، بنتكلم على اداره متكامله للمياه، كل هذه السياسات مدمج فيها البعد بتاع الحفاظ على التغيرات المناخيه. بوجود هذه القاعده من المعلومات والبيانات والاستراتيجيه والميزانيات الموضوعه يزيد عليها بقى بناء القدرات، ده بقى اللي محتاجين نبني قدرات كل العاملين في هذا المجال وتضافر الجهود ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الاهلي يحققوا المنظومه المتكامله بالطريقه دي. شكرا جزيلا لك دكتور عماد الدين عادلي رئيس المنتدى المصري للتنميه المستدامه. نروح للخبر القادم، حيث كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض معدلات البطالة خلال العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تضرب العالم حالياً وتلقي بظلالها على اقتصاديات الدول. لعبت المشروعات القومية وخاصة كثيفة العمالة دوراً كبيراً في استيعاب الملايين من الشباب وتوفير فرص عمل لهم، كما استطاع الاقتصاد أن يحقق معدلات نمو وحصل على نظرة متفائلة من المستثمرين. المزيد من التفاصيل هنعرفها من خلال هذا العرض. We'll be right back.
تفاصيل أكتر هنعرفها من ضيفنا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل. مساء الخير يا دكتور، أهلا بيك. وقلنا في الأول، شايف إزاي دور المشروعات القومية الكبير في تخفيض معدلات البطالة بالرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تضرب العالم؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا خلينا نقول المشروعات القومية دي كان ليها مردود كبير جدا على المجتمع المصري. المشروعات القومية منذ تولى الأستاذ الرئيس كان تولى مشروع عملاق هو محور قناة السويس الجديدة، وده كان من المشروعات اللي في غاية الأهمية، اللي اعطت أمل ودفع تشغيلية للاقتصاد المصري. ثم أولى الأستاذ الرئيس والدولة اهتمام بالعديد من القطاعات زي 1.5 مليون فدان، زي بعض من المناطق الصناعية، زي أيضا المدن الجديدة اللي هي جذبت يد عاملة كبيرة جدا. فكل من مشروع قومي قامت به الدولة المصرية منذ تقريبا 8 سنوات كان ليه انعكاس وبمردود إيجابي على المجتمع، على الناس، يعني إن الناس اشتغلت، بقى زاد الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ثلاثة، كان في وفرة في فرص الاستثمار، لأن احنا جات لنا عدد فرص استثمارية كبيرة، سواء بقى في القطاعات العقارية أو سواء في القطاعات الصناعية أو سواء حتى في محور قناة السويس أو حتى في قطاعات التشغيل والإنتاج. أعتقد ده كان مردود من الاهتمام ببناء المشروعات القومية اللي بتعتبر تقريبا هي العمود الفقري للاقتصاد القومي الكلي. صحيح. كيف انعكست هذه المشروعات القومية على تحفيز الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة في العالم؟ شوف حضرتك، كل ما بتبص على مشروع قومي أو قطاع أو ملف اقتصادي داخل مصر بتبص إن ليه بعد استثماري في غاية الأهمية. لو تحدثنا خلينا من الناحية الشرقية، قناة السويس الجديدة، حتى بالأمس كان السيد الرئيس بيلتقي بمجموعة كبيرة جدا من أكبر الشركات في العالم لنقل الحاويات والاستثمارات في كيفية بناء محطات لتموين السفن. ده جانب. الجانب الآخر، أهمية المواني اللي هي سواء على الساحل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية الاستثمارية على طول السواحل سواء البحرين أو حتى كمان في جانب الاستثمار في المواني الركيزة اللي هي التشغيلية لبعض من المواني. أيوة. دفع الاستثمار. لو حضرتك بصيت على كثير من المدن الجديدة النهاردة واليد العاملة اللي اشتغلت فيها، ولو حضرتك دققتم في التقرير اللي موجود ده، حتى كمان مراجع من صندوق النقد الدولي بيقول لك ان احنا وصلنا تقريبا باليد التشغيليه داخل المجتمع المصري، وصلنا تقريبا ل 30 مليون موظف، 30 مليون يد عامله. ده خلال ان احنا عندنا وضع اقتصادي موازي، يعني في ناس بتشتغل حرف تابعه للاقتصاد العادي، فده بيدل ان المجتمع المصري في حراك تشغيلي. أيوة. رغم الظروف العالميه كلها اللي حضراتكم بتذكروها. أيوة. دلوقتي في هذا التقرير. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر، استاذ الاستثمار والتمويل. نتحول الآن إلى مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي شهدت تطور اليوم بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا على أن تبدأ اعتبارا من اليوم. توالت الردود الغربية على قرار الرئيس الروسي، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض استخدام القوة والحرب لاجتياح الدول، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام حق النقد. وأضاف بايدن خلال كلمته اليوم أنه لا أحد هدد روسيا، وأن روسيا هي من سعت إلى النزاع في أوكرانيا. فيما قال روبرت هابك نائب المستشار الألماني أن التعبئة الجزئية للجيش الروسي هي تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا، وتدرس الحكومة الألمانية الرد عليه. وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيغان أن التعبئة العسكرية الجزئية تمثل تصعيدا مقلقا. تفاصيل أكثر نعرفها من موسكو، حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز هناك. بعد التحية لك حسين، إذن لن نبدأ بالتطورات الميدانية، ولكن نبدأ بردود الأفعال على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العامة العسكرية الجزئية للجيش الروسي. يعني بعد ردود الأفعال الغربية، هل صدرت ردود أفعال روسية عليها؟
تحياتي في البداية شادي. اليوم الرئيس بوتين خلال إعلانه التعبئة الجزئية وبالمقابل أيضا أكد وزير الدفاع سيرجي شايغو عن إرسال 300 ألف مقاتل روسي إلى أراضي الجبهات وإلى الأراضي الأوكرانية للمشاركة في المعركة أو المعارك التي تدور بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. من جهة أخرى الردود الغربية كانت متوقعة بالنسبة لموسكو، حيث روسيا أكدت اليوم على لسان رئيسها فلاديمير بوتين عن أن الحرب الدائرة الآن ليست بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، إنما هي حربا بين روسيا وبين الغرب الذي يريد تدمير وتفكيك روسيا. الرئيس بوتين اليوم توعد أمام شعبه بأن يدافع عن بلاده وأن الجيش الروسي يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وفي حال تم الاعتداء على روسيا من أي دولة خارجية سيتم استخدام جميع أنواع الأسلحة أو جميع الخيارات المتواجدة أمام الجيش الروسي. حيث اليوم أيضا تفاخر الرئيس بوتين بأن الجيش الروسي يملك أسلحة لا يوجد أي مثيل لها في أي جيش في العالم. أيضا وزير الدفاع سيرجي شايغو أيضا اتهم الغرب بالمساعدة العسكرية إلى القوات الأوكرانية لتحقيق المزيد من المكاسب الجيوسياسية. وأيضا وزير الخارجية سيرجي لافروف اتهم الغرب أيضا بإطالة أمد الحرب ولتحقيق المزيد من المكاسب الجيوسياسية. وأيضا لافروف اعتبر على أن الغرب هو من يعرقل المفاوضات بين روسيا وبين أوكرانيا، وتحديدا الاتهام الذي أراده أو الذي وجهه وزير الخارجية سيرجي لافروف نحو المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث المسؤولين الروسي يؤكدوا عن أن أوكرانيا كانت مقتنعة أو شبه موافقة بالشروط والأهداف التي طالبت بها روسيا في شهر مارس الماضي، لكن الضغوط الأمريكية والبريطانية هي من منعت الجانب الأوكراني من الموافقة على الطلبات الروسية. الآن العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقق جميع الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين. هذه الأهداف توسعت بعض الشيء حسب التأكيدات الروسية، لكن أسسها هي ذاتها التي تم الإعلان عنها في 24 من فبراير الماضي. الأيام المقبلة ستشهد وتيرة متسارع في العملية العسكرية الروسية. الجميع هنا يؤكد على أن خلال الأشهر الماضية والعملية العسكرية كانت شبه مزاح أو شبه لعبة أمام الجيش الأوكراني. الآن القوات الروسية ستستخدم طرق وتكتيكات جديدة لتحريك وتيرة العملية، والجميع يتوعد القوات الأوكرانية بتحرير المدن التي تريدها روسيا في وقت سريع. طيب حسين، ما الذي يعكسه إعلان وزير الدفاع الروسي خسارة الجيش يعني لستة ألاف قتيل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية؟ نعم ريهام، وزير الدفاع أعلن عن خسارة الجيش الروسي 5592 مقاتلا روسيا خلال العملية العسكرية الروسية. هو تأكيد من قبل القيادة الروسية عن أن روسيا تعلن الحقيقة دائما حول الأعداد التي تخسرها في صفوف الجيش الروسي، إضافة إلى الآليات العسكرية والمدرعات العسكرية التي تخسرها القوات الروسية في المعارك. اليوم وزير الدفاع سيرجي شايغو خلال مقابلته التلفزيونية أكد على عدة نقاط، وهذه النقاط هي ذاتها التي أعلن عنها الرئيس بوتين. حقيقة ريهام الشعب الروسي كان يريد هذه التصريحات من رئيس بلاده ومن وزير الدفاع منذ أيام، وعندما تمكنت القوات الأوكرانية من استرجاع مدينة أزيوم وكوبيانسك من السيطرة الروسية، إعلان شايغو اليوم عن عدد المقاتلين الروس الذين قتلوا في المعركة العسكرية في الأراضي الأوكرانية هو تأكيد من قبل الجيش الروسي على أن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية لتحقق جميع الأهداف، وأن هؤلاء
الجنود الروس الذين ضحوا بحياتهم حسب ما تؤكد الدفاع لكي يتمكن المواطن الروسي من العيش بأمن ولحماية مصالح المواطن الروسي وحماية الأمن الاستراتيجي الروسي. روسيا لن تتخلى عن دماء هؤلاء المقاتلين وستواصل العملية العسكرية لتحقق مكانة أو لتحقق أهداف الذي توفى لأجلها أو الذي قتل لأجلها هؤلاء المقاتلين. اليوم وزير الدفاع أراد توجيه رسالة أيضا اعتبرها الخبراء على أنها رسالة مدوية أو مدوية نحو الولايات المتحدة ونحو الغرب. الشيكو أكد على أن أي تدخل خارجي أو للولايات المتحدة أو لأي دولة غربية كانت على الأراضي الأوكرانية ضد الجيش الروسي، هذا الأمر سيواجه بشكل حاسم وبشكل سريع. روسيا الآن أرادت اليوم توجيه رسائل مباشرة إلى هذه الدول. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. حسين ماشي كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من موسكو. ولا زالت الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم وتحديدا في قطاع الطاقة الذي يشهد أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعارها، حيث أفادت تقارير أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفعت بنسبة 7% خلال تداولات اليوم عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي. كما دعت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية لورانس بون إلى تقوية نظام العقوبات ضد روسيا، إذ تطبق 6 دول فقط 90% منها. فيما قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور إنه في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة قد تجد العديد من الشركات كثيفة الاستخدام للكهرباء نفسها في مأزق هذا الشتاء. نتابع العرض التالي عن أزمة الطاقة في أوروبا. نتعرف على تفاصيل أكثر من دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة. دكتورة مساء الخير، أهلا بحضرتك. ويعني في البداية كلمينا عن مخاطر استمرار أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا وتحديدا مخاطر ده على الدول الأوروبية. في البداية أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. وأنا قبل ما أتكلم أنا عايزة بس أشكر الفريق سي بي سي كله الحقيقة، لأنه أرسى ثقافة اقتصادية في الشارع المصري جعلت المواطن يتابع تبعات الأزمات العالمية والمحلية أيضا وأثرها، ودي ثقافة محمودة كنا نفتقدها. أنا بشكركم الحقيقة. شكرا لحضرتك، تفضل. ردا على سؤال حضرتك، الحقيقة أن التداعيات الاقتصادية الصادمة للحرب الروسية الأوكرانية بتتزايد كلفتها يوما بعد يوم، خصوصا في أهم الملفات العالمية ألا وهو ملف الطاقة الذي يؤثر على كل المناحي في الحياة وكل الملفات. الحقيقة عايزين نحط عنوان لما يحدث حولنا، وهو فقدان البوصلة السياسية في اختيار الحلول لحل هذه الأزمة. هذا العنوان يأتي من أن الأسعار الحقيقة بتتعرض لتأرجحات بسبب التصريحات الجيوسياسية من هنا أو هناك. ويمكن حضرتك تفضلته وعرضته التصريحات سواء من الجانب الأوروبي أو من الجانب الأمريكي أو من الجانب الروسي، والحقيقة المشهد يعني غير مبشر، لأن الحرب تطورت من مرحلة الحقيقة دفاعية إلى مرحلة هجومية،
واصبح يعني الحقيقه التطور فيها اصبح بالنسبه للمجتمع الاوروبي هناك مشكله في الروح الاوروبيه، هناك مشكله في الاصطفاف في هذا الملف. تحولت الحرب الحقيقه الى مسار اخر وهو حمايه مواطني اوروبا من ارتفاع اسعار الطاقه التي عصفت بالاقتصادات. فوجد العالم نفسه الحقيقه امام ازمه ليس لها حل. حاولوا صناعه المستحيل بوضع سقف لاسعار البترول ثم سقف لاسعار الغاز. يعني الحقيقه دي انا بسميها صناعه من صناعات المستحيل، وبالتالي ارتدادها في الاسواق كان صعبا ايضا وادى الى ارتفاع الاسعار. ثم التصريحات الحقيقه الجيوسياسيه المتتاليه، يعني بالامس كان الرئيس بوتين بيقول لسنا على عجل، ثم الاستفتاء على انضمام دونباس الى روسيا، ثم بعدها يعني النهارده تصريحات اليوم، وتاتي تصريحات ايضا الرئيس بايدن في الامم المتحده على هامش الجمعيه اليوم، ليتحول الموقف الى موقف تصاعدي تصعيدي ومعه اسعار الطاقه. نعم، طيب ما يعني هل من حل يا دكتوره؟ يعني هل تستطيع هذه الدول الاوروبيه ايجاد بديل للغاز الروسي قبل دخول الشتاء؟ استاذ شادي، قولا واحدا، لا يعوض الدول الأوروبية عن الإمدادات الروسية حتى ولو كانت إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أوروبا لم يكن في حسبانها هذه المشكلة، بدليل أنها لا تستطيع أن تستغني عن الغاز والإمدادات الروسية بين عشية وضحاها، وإنما تحتاج إلى وقت. أي. الانتقال إلى الطاقة البديلة، فأصبح هناك مشكلة أمام الجميع، ونحن داخلين على كوب 27 أن الدول لم تكن مهيئة إلى استقبال الطاقة البديلة، بدليل أن ألمانيا تستعد لإنفاق ما تنفقه على البنية التحتية للطاقة البديلة. وحضراتكم شايفين محطات الطاقة النووية برضو بتعاني بجانب مشكلة الجفاف المترتبة على التغيرات المناخية. وبالتالي الدول الأوروبية أرجأت، يعني ذهبت التغيرات المناخية إلى الجحيم، وبدأوا في حل المعادلة بالنسبة لوجود الإمدادات الروسية بديلا أو وجود ملف الطاقة. الحقيقة هنا دي معادلة صعبة جدا بين الطموحات المستقبلية لهذه الدول وبين إيجاد حل لهذا الملف. طبعا لإيجاد حل فوري لهذا الملف، أولا يجب أن تنتقد جميع التصريحات الجيوسياسية لأنها بتعمل أستاذ شادي في الأسواق لأرجح. كيف تتنبأ في سوق لا يتحكم في أسعار العرض والطلب وإنما تتحكم في الأزمات والخوف؟ الأمر الثاني أن إحنا النهاردة بعد زيادة الأسعار الفايدة بالنسبة للفيدرالي وتوالي وتبعات البنوك الأخرى وراه، إحنا داخلين على ضغوط تضخمية عالمية أكثر شراسة. الملاءة المالية طيب. للدول أيضا ستسير في يعني وفق عكس أسعار الطاقة، يعني طيب. الملاءة المالية تنخفض مع ارتفاع مستمر في اسعار الطاقه. انا بشكرك يا دكتوره وفاء، للاسف الوقت بيداهمنا، ولكن ما تقولينه مهم جدا ونستكمله ان شاء الله في احاديث اخرى. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الدكتوره وفاء علي، استاذ الاقتصاد والطاقه. انضم الينا مراسلنا من مارسيليا فرنسا خالد شقير. اهلا بك خالد، ما هي ردود الفعل الفرنسيه على قرار الرئيس الروسي بالتعبئه الجزئيه؟ تحياتي شادي ليك ولريهام ولكل السادة المشاهدين. الحقيقة شادي أجواء من التشاؤم الحقيقة جميع وسائل الإعلام اليوم، وبعد انتهاء مباشرة يعني خطاب الرئيس بوتين تحدثوا عن الخبراء الاستراتيجيين على أن روسيا تستخدم هذه الطريقة في التعبير من خلال الموضوع على الأرض أو السيناريو على الأرض، نظراً لأن الجيش الروسي يخسر على الأرض، وأن المعدات الأوروبية الحديثة هي التي جعلت الرئيس الروسي يستخدم هذا الأسلوب ويقوم بهذه العملية، عملية التعبئة. أيضاً المختصين في الشأن الاقتصادي كان اليوم لهم تصريحات هامة جداً، أكدوا على أن الانخفاض الذي حدث في أسعار الغاز اليوم بنسبة تقارب 8%
كان نتيجة لهذا الخطاب، أجواء تشاؤمية الحقيقة، بالرغم من أن الرئيس الفرنسي بالأمس كان تحدث على أهمية الحوار مع الرئيس الروسي، بتحاول الحكومة الفرنسية اليوم عدم التعليق عن ما حدث في خطاب الرئيس الروسي، نظرا لأن هذا سيسبب بصورة أو بأخرى إلى مشاكل كبيرة جدا تريد الحكومة الفرنسية عدم الدخول فيها، نظرا لمشاكل كثيرة مرتقبة وهي مشاكل التضخم ومشاكل الركود التضخمي والارتفاع في الأسعار، وهذا ما تحاول الحكومة الفرنسية تفاديه، وبصفة خاصة في ظل هذا التطور المفاجئ من قبل روسيا الذي أكد الجميع من خلاله أن العملية العسكرية للأسف الشديد هي مرشحة للاستمرار لفترة أطول، وهذا سيتسبب إلى خسارة ليس فقط لفرنسا ولكن للدول الأوروبية. أكثر الخاسرين هي القارة العجوز ثم روسيا، أما أكثر الفائزين في هذه الحرب فهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حسب طبعا الخبراء الاقتصاديين على قناة بي اف ام تي في صباح هذا اليوم. طيب خالد، وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية يعني طلبت بتقوية نظام العقوبات ضد روسيا، ما هي المقترحات التي قدمتها فرنسا لذلك، ومدى أيضا توافق باقي الدول الأوروبية معها؟ الحقيقة لورانس بون وهي وزيرة الشؤون الأوروبية تحدثت صباح اليوم على أهمية تغيير بعض من البنود التي كانت يتم الاتفاق عليها بالموافقة على أي قرار كان لابد من الإجماع، وهي تريد تغيير كلمة الإجماع إلى الأغلبية، حيث أن كانت هناك مثلا قرار بتحديد سعر لأسعار النفط الروسي وقفت أمامها المجر، وهذا ما تسبب بصورة أو بأخرى إلى عدم تفعيل قرارات وعقوبات اقتصادية جديدة. إذا نحن أمام مشكلة كبيرة جدا، ولكن معظم أو 90% من الدول الأوروبية الحقيقة تتفق مع وجهة النظر الفرنسية في هذا القرار وتغيير بعض من البنود، وبصفة خاصة أن هذه البنود هي يمكن تغييرها، وفي هذه الحالة يتم الاستفادة من بعض القرارات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. خالد شقير كنت معنا من مارسيليا. نروح للولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على ردود الأفعال حول إعلان الرئيس الروسي بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي، وهل سيتبع ذلك تحرك من جانب الإدارة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم أوكرانيا أو حتى فرض عقوبات إضافية على روسيا. بينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك ياسر نور الدين. مساء الخير يا ياسر، ويعني في البداية كيف رأت دوائر صنع القرار السياسي الأمريكي هذا القرار الأخير من قبل روسيا؟ يعني في البدايه دعيني ارحب بك ريهام وبزميلي شادي والساده المشاهدين. بالفعل يعني الخلاصه هي في كلمه الرئيس جو بايدن اليوم ودوائر صنع القرار، وهو على قمه هذا الامر، انه لم يرضى وانتقد كما تابعنا جميعا الكلمه بان هذه الحرب، كما عبر في هذه الكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77 ريهام، بأن هذا الأمر هو فقط جراء رجل واحد قام بهذا الغزو، وأن استمرار هذه الحرب أو انتهائها لابد أن تكون بشكل عادل، بأن تقوم أوكرانيا بالسيادة على جميع أراضيها. وأيضا تحدث بأنه قد قابل في البداية بأن يعني الترحيب بمسألة أن الرئيس الروسي لن يصعد من الأمر، ولكن بهذه التعبئة والتي تحدث أيضا وزير الدفاع الروسي بأنها تقع على حوالي يعني أكثر من 25 مليون من الروس، هذا الأمر
أزعج الإدارة الأمريكية، وتحدث بشكل مفصل الرئيس جو بايدن في الكلمة بأن فلاديمير بوتين لابد أن يتوقف على هذا الأمر، وأنه لا يريد التصعيد، ولكن الإدارة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين ما زال يحاول أن ينتهج نهج الاستيلاء على أرض ليست أرضه. وبهذا الشكل وضح بايدن وقام بكلمة شبه تاريخية في الدعوة بفتح المجال لمجلس الأمن، لأن يكون هناك عدد أكبر من الدول تحت مظلة مجلس الأمن، وهو في هذا الأمر ريهام دعيني أقول لك شكرا لك ياسر نور الدين على هذه التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم في هذا الاجتماع المهم الذي يعقد بالشراكة بين مصر والسكرتير العام للأمم المتحدة، والذي كنت أتطلع للتواجد فيه معكم لولا ظروف طارئة. حالة دون تمكني من التواجد في نيويورك منذ نحو عام مضى، شاركنا معا في هذا الاجتماع في إطار الإعداد لقمة المناخ في المملكة المتحدة، واليوم ونحن على بعد أسابيع قليلة من قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، فإننا نجتمع مرة أخرى في ظل أحداث جرت على مدار العام الماضي، تسببت في أزمات سياسية وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد طالت آثارها شتى أنحاء العالم. إن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباء إضافية على دولنا جميعا، وخاصة النامية منها، إلا أن علينا دائما أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا، وأن تداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة. ولعل ما شاهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق وفقدانا في الأرواح، وما شاهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، يعد نذيرا مؤلما لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا ما لم نتحرك سريعا وبشكل متسق لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. أصحاب الفخامة، إنني وإذ أتطلع إلى استقبالكم في قمة المناخ يومي 7 و8 من نوفمبر القادم، فإنني لعلى ثقة أن اجتماعنا اليوم سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق نحو تحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ. وأود هنا أن أطرح عليكم رؤية مصر لعناصر هذه الرسالة التي تنتظرها شعوبنا
من اجتماعنا اليوم. أولاً، أننا كمجتمع دولي وبصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي لن نتراجع عن التزامات ارتضيناها وتعهدات قطعناها على أنفسنا ولا عن سياسات انتهجناها. حققت بالفعل مكتسبات مهمة في مواجهة تغير المناخ. ثانياً، إننا كقادة للعالم ندرك تماماً أن حجم الجهد المبذول لا يفي بالمطلوب تحقيقه، وأننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا، سواء من خلال رفع طموح وتحديث مساهماتنا المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، أو من خلال دعم كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي، وهي أطراف لا غنى عنها في هذه المواجهة. ثالثاً، أننا كمجتمع دولي نعلم تماماً العلم حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نمواً، وحجم ما يتعين عليها مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي غذاء وطاقة غير مسبوقتين. وأننا نتعهد الدول المتقدمة منا بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا تجاه هذه الدول بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على التحمل، سواء بالوفاء بتعهد 100 مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف، أو بالإسراع من التوافق على هدف التمويل الجديد لما بعد 2025. أصحاب الفخامة، أثق أنكم تتفقون معي حول هذه الرؤية، وأعلم أنكم ستأتون إلى شرم الشيخ محملين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعاً. ولا يشاورني شك أننا كقادة للعالم سنرتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة لتقول كانت لديكم فرصة فضعتموها، ونحن اليوم ندفع الثمن باهظا. شكرا. تابعنا مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، والتي تحدث فيها عن قمة المناخ التي ستنعقد في مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والتي طرح فيها رؤية مصر لتحقيق نتائج ملموسة للقمة. وأكد الرئيس خلال الكلمة على دعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل. وأعرب الرئيس عن ثقته في أن قادة العالم سترتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتضع هذه الرؤية موضع التنفيذ. كان هذا ملخص لما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الآن نذهب إلى فاصل قصير ونعود مع أول فقرات حديث الأخبار النهاردة مع شادي شاش. استنونا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونتابع بالتحليل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ. ومعنا على الهاتف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. بعد التحية لك دكتور علي، إذن هي كلمة شاملة قالها الرئيس اليوم في هذا الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ. نبدأ بأول نقطة جاءت في معرض حديث السيد الرئيس عندما قال أنه برغم كل التحديات اللي بتواجه العالم
العالم الآن نتيجة أزمات اقتصادية وسياسية، إلا أن التحدي الأكبر هو تحدي المناخ، هو يمثل يعني تحدي وجودي، هو الأخطر في يعني هذه المرحلة. كيف رأيت هذه النقطة أولا؟ طبعا أن في تحديات عالمية بتواجه العالم كله، لكن التحديات الأكبر هي قضية المناخ ومخاطر قضية المناخ. مخاطر قضية المناخ لن تقف عند حد شوية ظواهر جوية بتؤثر على مجموعة من الدول، لا، ده هتأثر على العالم كله. عنف الظواهر الجوية سيطول كل دولة في العالم. رغم التحديات اللي موجودة والحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، ودي تحديات اقتصادية وعالمية وبتستلزم تنمية اقتصادية، والتنمية الاقتصادية بتستلزم طاقة، والطاقة قد تكون طاقة الاحتياج إلى طاقة الوقود الأحفوري ضرورة، إلا أن الضرورة الأكبر للحفاظ على الإنسان وعلى الحياة على كوكب الأرض يجب أن تكون من خلال طاقة جديدة ومتجددة نظيفة خالية من الوقود الأحفوري وصديقة للبيئة. أيوة. لأن طبعا ده كله بيأثر على الغذاء، بيأثر على الصحة، بيأثر على الاقتصاد العالمي. النهاردة لما يجي فيضانات تضرب دولة من الدول أيا كان مستوى هذه الدولة، الولايات المتحدة الأمريكية أو باكستان، فبيدمر البنية التحتية تماما، بيقتل ويشرد آلاف بل مئات الآلاف من البشر، ويؤثر على الاقتصاد. النهاردة التنمية الاقتصادية محتاجة عشان تعمل بنية تحتية محتاجة تكاليف اقتصادية باهظة. النهاردة عشان نعالج مرضى الملاريا أو التيفود من انتشار البعوض المتراكم فوق البرك الناتجة عن الفيضانات، محتاج ملايين الدولارات لحماية الإنسان البشر من هذه الأمراض التي قد تأتيهم. ولذلك القضية لم تكن قضية يعني بدائية أو قضية سهلة، القضية قضية كبيرة جدا جدا. صحيح. وبتخص العالم كله، وتخص محاور الحياة على كوكب الأرض، سواء كان المحاور الزراعية أو الري أو البيئة أو الاقتصاد أو السياسة أو الصحة، كل هذه المحاور بتندرج تحت قضية المناخ ومخاطر المناخ الموجودة على مستوى العالم. الحقيقة أنه الرئيس أيضا طرح رؤية مصر لعناصر، يعني هذه الرسالة اللي بتنتظرها شعوبنا من اجتماع اليوم، يعني عدة نقاط ذكرها الرئيس. يعني قال أولا أننا كمجتمع دولي يعني يجب ألا نتراجع عن هذه الالتزامات التي ارتضيناها وتعهدنا بها وقطعناها على أنفسنا. إذن يعني ما نفهمه من هذه النقطة أنه لا يجب على الأزمات الأخرى التي استجدت ككورونا وال الأزمة الروسية الأوكرانية أن تحيد بالمجتمع الدولي عن القضية الأساسية وهي تغير المناخ، يعني أولويات وضعها الرئيس في هذه النقطة. بالتأكيد أنا لما يكون عندي عدة قضايا بشوف أهم القضايا أو الأولويات الأولى من هذه القضايا والمخاطر الناجمة عن هذه القضايا، وبالتالي بحط الأولويات. أولوية التغير المناخ النهاردة هتكون أقوى من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، هتكون أقوى من أي اقتصاد، لأن احنا بنتكلم في تحديات ستطول الكرة الأرضية بأكملها، وليس فقط الأجيال الحالية ولكن الأجيال القادمة. النهاردة لما يكون في تدمير للتنوع البشري أو تنوع الكائنات الحية أو الكائنات البحرية، أما يكون في النهاردة ضمائر للغذاء العالمي، أما يكون هو الحياة بدون أكسجين أو بدون غذاء تبقى حياة استحالة. طب الأكسجين دوت مع تطور الصناعات واحتياجات الناس للطاقة، ده هيؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين وإطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. الغاز ثاني أكسيد الكربون المدمر إذا زادت نسبته، هو من ضمن مكونات الحياة ولكن بنسب محدودة. النهاردة الغابات الرئة النابضة اللي بتنتج الأكسجين عندما تزداد نسب الاحترار العالمي لا تقوم بوظائفها الكاملة في العمليات البناء الضوئي وإنتاج أكسجين جيد صالح للتنفس. ولكن يبقى في خلل. إذا كل هذه الأمور مرتبطة بقضية تغير المناخ، ولذلك السيد رئيس الجمهورية كان عندنا تحدي كبير جدا بتنفيذ تعهدات التوصيات التي مررنا بها في مؤتمر كوب 26 في جلاسكو بالمملكة المتحدة، وقبلها في مؤتمر الأرض في كوب 21
في باريس والذي حضره العديد من دول رؤساء العالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. وأنتقل إلى دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي للعلوم والفضاء بالأمم المتحدة. أهلا بحضرتك دكتور علاء، وكلمة للرئيس السيسي أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، رسالة وجهها الرئيس من خلال هذه الكلمة مكونة يمكن من عدة نقاط. يعني نقطة يعني هامة أيضا ذكرها الرئيس، يعني خطب قادة العالم ب يعني حجم الجهد المبذول في هذا المجال، وأنه هناك أهمية وحاجة كبيرة لتعزيز هذه الشراكة بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، لأنه هذه قضية خطر وجودي تتطلب تضافر كل هذه الجهات. أولا أهلا بك يا فندم. طبعا السيد الرئيس مهتم جدا، مش من النهاردة، يعني عندما كان قائد للمجموعة الرؤساء الأفارقة 18 و16 كان يتحدث باسمهم برضو وعن تغيرات المناخية وضرورة دعم الدول النامية وخاصة الإفريقية لتعرضها بشكل كبير، لأن يعني القارة الإفريقية هي من أكثر القارات تتعرض إلى تغيرات المناخية. أيوة. حتى في وعند رئاسته لمجموعة 77 والصين في الصين كان فعلا ركز على هذه النقطة. في مؤتمر باريس أكد تماما يعني جميع دول أو قادة العالم اتفقوا أنهم هيقدموا 100 مليار دولار للدول النامية، وأكد عليها السيد الرئيس. ولكن للأسف الشديد مجموعة الـ20 قبل العقاد جلاسكو 26 اللي فات يعني قالوا أكلوا هذا الموضوع إلى 2023، وفي بعض الدول زي أستراليا والدول البترولية كانت بتعارض الموضوع دوت، لأن أستراليا من أكبر الدول المصدرة للفحم، والدول البترولية طبعا بتقدم أو بتصدر البترول. فدي كان تحديات كبيرة جدا. المؤتمر بتاعنا بتاع 27 ده هيبقى في تحديات أكبر لسبب وحيد، لأنه طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى قطع الإمدادات البترول والغاز عن أوروبا، وبالتالي لجأت إلى الوقود الأحفوري. يعني الدول الأوروبية لجأت إلى الوقود الأحفوري المتمثل في الفحم مرة أخرى، فدي تحدي كبير جدا. وبرضو عندنا الصين، مجموعة الصين النهاردة لما اختلفت مع أمريكا بعد زيارة رئيسة البرلمان لتايوان أثر بشكل كبير. إذا السيد الرئيس النهاردة وإحنا متأكدين تماما يقع على عاتقه المزيد من الجهد، وإحنا متأكدين من علاقاته الطيبة بين جميع دول العالم، وبالتالي هيكون ليه أثر كبير جدا في تقريب وجهات النظر بين الدول المتناحرة، أنا بتكلم المتناحرة خاصة في الأيام دي. أيوة. إن شاء الله كوب 27 هيكون أمل، اللي هو الأمل القادم، وإن شاء الله أنا متوقع أن هو فعلا هيكون من أكثر المؤتمرات الأطراف القطرية للأمم المتحدة. نعم. اللي هيكون نجاحا إن شاء الله تعالى. نتمنى ذلك بالطبع. بشكرك دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي للعلوم والفضاء بالأمم المتحدة. فاصل قصير ونبدأ حوارنا في حديث الأخبار. أهلا بكم من جديد. في هذا الحوار نناقش أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والأهداف والمزايا التي تحققها للدولة من جذب للاستثمارات وتشجيع للإبداع والابتكار بين فئات المجتمع، كيف تدعم أيضا التحول الرقمي وغيرها من المزايا، مع ضيفي الدكتور نزار سامي مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور نزار. ويعني نتعرف منك قبل أن نتحدث عن الاستراتيجية، عن ما هي الملكية الفكرية، ما أهميتها؟ لو بنوضح كده في منتهى البساطة للسادة المشاهدين، فكرة الملكية الفكرية هو في كلمات قليلة هي خلاصة الإنتاج الفكري للإنسان من فنون، ثقافة، منتجات، ابتكارات، اختراعات. إزاي هذه المخرجات كلها يتم حمايتها بما يبقى للمردود على هذا الشخص المنتج أو هذا الشخص المفكر اللي بيقدر يطلع هذه الانتاجات أو هذه المنتجات بأسكارها أو بأسوارها المختلفة. طيب احنا عندنا استراتيجية للملكية الفكرية، الحقيقة انها متكونة يعني من عدة نقاط. لو اتكلمنا عن اول نقطة فيها وهي حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تكلمنا بشكل اكثر تفصيلا عن هذا يا دكتور.
الملكية الفكرية يمكن الدول العالم كلها بتنهج مناهج مختلفة في إزاي يحطوا إطار لإدارة المنظومة الملكية الفكرية في المؤسسات بتاعتها. يمكن هم في ثلاث أنماط موجودين. نمط إن في كيان مستقل أو كيان وحيد في الدولة بيبقى مسؤول عن إدارة منظومة الملكية الفكرية. الكيان الثاني عبارة عن دول يمثل حوالي 40% من الدول التي بها حماية الملكية الفكرية. الجزء الثاني حوالي 50% من الدول عندهم كيانين بيديروا الملكية الفكرية. العشرة في المية من الدول هي عندها أنظمة متفرقة. مصر كانت في ضمن العشرة في المية اللي عندها أكثر من جهة مسؤولة عن حماية الملكية الفكرية، موزعة ما بين أكاديمية البحث العلمي، مكتب براءات الاختراع، وزارة التجارة الداخلية والتموين، عندنا وزارة الثقافة، وزارة الزراعة، فموزعة بين الأدوات. وجود الحوكمة أو البنية المؤسسية ده النهاردة بيبقى نقلة في إدارة الملكية الفكرية في البلد، وبالتالي بقى فيه كيان وحيد النهاردة كل الجهات العاملة عندها رؤية واحدة فيه، كل الجهات العاملة عندها النهاردة رسالة ومهمة واحدة، وبالتالي بتتكاتف الجهود مع بعض. وده يمكن جزء طيب جدا في الاستراتيجية وما كانش موجود قبل كده. ويمكن تابعنا صبح الافتتاح وكلمة معالي رئيس الوزراء ورئيس منظمة الملكية الفكرية الوايبو في هذا المجال، ودي يمكن إشادة حصلت إشادة من الوايبو وهي أحد مؤسسات الأمم المتحدة في أن مصر تمتلك النهاردة استراتيجية وطنية في هذا الكيان. والنقطة الأخرى في هذه الاستراتيجية هي تهيئة البيئة التشريعية، البنية التشريعية للملكية الفكرية. ده صحيح. يمكن مصر فيها مجموعة من القوانين من الثلاثينات من 1934، وفي قوانين بتطلع لحد أحدث قانون كان سنة 2002. وهذا القانون تم إحداث عليه مجموعة من التعديلات الخاصة به، يمكن كانت 2015 و2020 في أجزاء بسيطة منه. لأنشان شاب كده للسادة المشاهدين فكرة البنية التشريعية دي أهميتها إيه. تخيل حضرتك إن إحنا بنبني مبنى، والمبنى ده لازم يوقف على أرض صلبة. أنا ممكن أجيب ذراع تكنولوجي، أجيب ذراع اقتصادي، أجيب ذراع تجاري، إنما لو أنا ما عنديش البنية الأساسية اللي شايلة المبنى ده، المبنى كله مش هيستحمل. البنية وهي البنية التشريعية. البنية التشريعية، القوانين والتشريعات دي اللي هي بتفعل، وهي اللي دي بتمكن إن أنا أي إجراءات أو أي يعني سياسات أو أي مبادرات تطلع إنها فعلاً تحقق الغرض المنشود منها. أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية لكي يعني تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي كل شيء في مصر بيهدف إليها دلوقتي، إن إحنا يكون عندنا تنمية مستدامة. فانعكاس هذا على المردود الاقتصادي هذه الاستراتيجية للملكية الفكرية. لو بصينا كده على طريقة إعداد الاستراتيجية، يمكن هي راعت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ل 17 هدف، والممارسات والتجارب الدولية، والإضافة إلى رؤية مصر 2030. أهم حاجة بقى أن أنا عندي الإنتاج الفكري اللي بيصدر من سواء كان الأشخاص الاعتباريين أو الأفراد أو المؤسسات، النهاردة إزاي نستفيد منه. وهنا بقى يجي الدور أهمية الملكية الفكرية أنها تدر دخل على الأفراد والمؤسسات وبالتالي الدولة. وهنا كان إزاي نعمل لها ما يسمى به فكرة الكوميرشاليزيشن أو تسويق المنتجات وتسويق الابتكارات المصرية أو تسويق الخارج النطاق التفكيري للأفراد. ده جزء مهم جدا، ده المحور الأساسي، إن احنا بنعمل براءات الاختراع أو بنعمل النماذج الصناعية أو غيرها، إن احنا تعود بالمنفعة على أصحابها، وبالتالي قيمة اقتصادية سواء كان على المستوى الوطني أو في عمليات التصدير أو بالتبادل التجاري وغيرها. وبالتالي هو ده الركيزة الأساسية اللي يمكن الاستراتيجية كمان بتدعمها، هو فكرة التنمية الاقتصادية النهاردة شكل عامل إزاي، وبالتالي فتح موارد جديدة، جذب الاستثمارات، تمام. فبالتالي النهاردة بقى مجال واعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن من ضمن الحاجات اللي تناولتها هذه الاستراتيجية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها، دعم الابتكار بصوره المختلفة، فكرة تسويق المنتجات وتسويق التكنولوجيا النهاردة وامتلاك التكنولوجيا، ده جزء مهم جدا، ولن يأتي ذلك إلا عن وجود هذا المحور أو هذا الهدف الاستراتيجي في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. ويبقى بقى توعية فئات المجتمع بأهمية الملكية الفكرية، ويمكن دي هي النقطة الرابعة في هذه الاستراتيجية خاصة بالملكية الفكرية. توعية فئات المجتمع مهمة جدا يا فندم، لأنه يعني ناس كتيرة جدا ما تعرفش إن هي لما تفكر في حاجة، في فكرة أو تخترع شيء، يجب عليها إن هي تحفظ حقوقها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. وياما يعني حقوق ضاعت صحيح، لأنه ما كانش فيه هذا الوعي. يعني كان فيه القانون بس ما كانش فيه الوعي، فإزاي ننمي هذا الوعي؟
لو ممكن تابعنا النهاردة في الإطلاق الاستراتيجية النهاية خدت أكثر من محور، ابتدت في المرحلة ما قبل التعليم الجامعي وبالتالي المدارس وإيجاد مجموعة من الأنشطة والفعاليات والأهداف الفرعية والمشروعات والمبادرات التي ستخدم فكرة التوعية، وده يمكن جزء طيب جدا وشفناه. الجزء الخاص بالطلبة في الجامعات المصرية وبالتالي النهاردة يبقى جزء لا يتجزأ من المناهج، ويمكن الطلبة النهاردة بياخدوا مواد خاصة بالابتكار وريادة الأعمال، فبالتالي ستتضمن هذه الأجزاء في المحتويات بتاعتهم. نيجي بعد كده الجزء الأعلى من ذلك وهو المراكز البحثية والجهات العملية والتطبيقية النهاردة، نشر فكر الوعي بالملكية الفكرية ده جزء مهم جدا. زي ما حضرتك قلت ناس كتير بتشتكي ان احنا افكارنا بتتسرق وبتتقلد و فبالتالي النهارده الوعي وبالتالي الاعلام في عالم ما اسهل تقليد كل شيء حقيقي. بعد كل هذه الوسائل الممكنه من وسائل التواصل الاجتماعي او حتى غيرها، يعني اي شيء بيطلع يعني اصلي او اوريجينال او اوثنتك يعني بالزبط. على طول بيتم تقليده ومحاكاته. فبالتالي النهارده فكره الوعي اهميه الملكيه الفكريه بالظبط، والوعي ان انا ازاي ان انا النهارده احمي اي حاجه في النطاق اللي هي بتخدمها، سواء كانت افكار، ثقافات، مؤلفات، موسيقى، انتاج فكري، انتاج شيء. ثقافي كل شيء النهارده بتضمن في هذه الحقوق للمنتجين لها. وكيف تفيد الملكية الفكرية في التحول الرقمي على سبيل المثال؟ هو حقيقة لو احنا بنتكلم على المحور الأولين في الاستراتيجية هي فكرة البنية المؤسسية والحوكمة بتاعتها، أحد المشروعات التي ذكرت في الاستراتيجية هي التحول الرقمي. النهارده بنتكلم على يمكن الاستراتيجيه كان فيها مجموعه من الارقام، عدد البراءات التي تم تسجيلها او يعني التقدم بطلبات للبراءات النهارده في 2021 حوالي اكثر من 2200 براءه اختراع، ده رقم ممتاز، ولكن في اكثر من كده كمان للافراد والشركات. منظومه اداره الملكيه الفكريه النهارده في جزء كبير منها في التحول الرقمي، ان انا النهارده مش لازم ان انا اخد ملف وبتاع، كل ده يتعمل رقميا، فده جزء كبير جدا. متابعه الاداء وبالتالي تحكيم أو تحديد أسس الحوكمة الرقمية النهاردة في إصدار البراءات، وبالتالي بقى جزء تاني مهم جدا أنه إزاي بقى نعمل عملية التراكينج، أو إزاي أن الحاجات دي ما تتقلتش، أو يبقى في عندنا فكرة الشهادات المرقمنة أو الشهادات المؤمنة. كل دي النهاردة بتدي مجال خصب أولا لتطوير الأداء في جهاز الملكية الفكرية، وكمان وجود شباب صاعد بيستخدم التكنولوجيا النهارده في اصدار البراءات او اصدار الانظمه المساعده لحمايه الملكيه الفكريه، وبالتالي جزء كبير جدا من فكره التحول الرقمي عندنا. اذا شيء هام للغايه اطلاق هذه الاستراتيجيه الوطنيه الخاصه بالملكيه الفكريه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الامم المتحده الانمائي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا يا فندم. فصل قصير مشاهدينا ونعود بحديث الاخبار مره جديده مع ريهام السهلي. أهلا بكم من جديد في حديث الأخبار. هنتكلم دلوقتي ونلقي الضوء على أزمة الطاقة العالمية، وكمان تأثير إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية على أسعار الطاقة وتأثير ده على أوروبا. هنتكلم في هذا الأمر بتفاصيله مع الأستاذ سيد جوبيل، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد والسياسة الخارجية. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ ريهام، مساء الحال. أهلا بك. في ظل أزمة يعني الطاقة، هل شايف أنه إعلان بوتين التعبئة الجزئية هيكون له تأثير على هذا الملف؟ هو علشان يعني استأذنك ان احنا نفهم الصورة الأكبر شوية، احنا العالم بيعيش أزمة طاقة، ونقدر نقول بلا مبالغة ان دي أول أزمة طاقة عالمية في تاريخنا الحديث. يعني في الحروب الكبيرة زي الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كان في أزمات، بس أزمات نتيجة اقتصاد حرب. حصل في السبعينات أزمتين بترول بعد حرب 73، لما العرب قرروا ان هم يعملوا امبارجو او حظر على بعض الدول وعلى راسها الولايات المتحده، او نتيجه الثوره الايرانيه والحرب العراقيه الايرانيه اللي بيتحل ذكرها ال 42 بكره. دي ازمات بترول. احنا دلوقتي عندنا وضع استثنائي تماما، لان ازمه طاقه دي مش ازمه بترول بس، ده بترول وغاز ومصادر الطاقة المتجددة، الكهرباء اللي جاية من المية، من الرياح نتيجة التغير المناخي، وبالتالي قدام أزمة كبيرة.
الأزمة دي كانت موجودة قبل الحرب أساسا، ده ردا على سؤال حضرتك، تفاقمت مع الحرب. يعني من 2011 وبوادر الأزمة موجودة باختصار شديد، علشان دي قصة معقدة. احنا كنا قدام أزمة ناتجة عن جت أزمة كورونا، انخفض الطلب، تراجع، توقف النشاط الاقتصادي تقريبا، وبالتالي ما فيش طلب على الطاقة. فجأة رجع النشاط الاقتصادي، بقى فيه طلب كبير جدا على الطاقة، لكن اصطدم الطلب ده بنقص في المعروض. نقص في المعروض ناتج عن انه واحد، ان في مشاكل في عملية سلاسل الامداد، انا محتاج الطاقة والطاقة موجودة احيانا بس مش قادرة توصلني في الميعاد. لكن كمان اصطدم بفكرة التغير المناخي، الكوارث الطبيعية اللي أدت إلى أنه جفاف يؤدي إلى نقص المياه، فالمحطات ما تدورش، حرارة شديدة جدا فتخرج بعض محطات الطاقة النووية عن العمل زي ما حصل في فرنسا، أو أن الدول عاوزة تلتزم بالضوابط اللي التزمت بها بتخفيف الانبعاثات الملوثة أو الانبعاثات الحرارية، وبالتالي توقف مناجم فحم كاملة، وبالتالي تقلص من أحد مصادر الطاقة. كل ده العوامل دي مجتمعة تفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لما تزيد، يعني لما يفتح فصل جديد في الحرب اللي هو بإعلان الرئيس التعبئة العامة، ده أكيد يفاقم الأزمة أكثر وأكثر ولكن لا يخلقها. طيب، الحكومة الألمانية أعلنت تأميم أكبر شركة يعني ألمانية مستوردة للغاز وهي يونيبر، وتوسيع نطاق تدخل الدولة كمان في الصناعة لمنع نقص الطاقة، يعني طبعا الناتج عن هذه العملية العسكرية الروسية. كيف ترى هذا الإجراء؟ ما هو ده يعني ده هيبقى نقطة صغيرة جدا في تفاصيل كثيرة استثنائية ما كانش ممكن حد كاتب بلا مبالغة خيال علمي يعملها ويتخيل ان احنا بنتكلم في سنة 2021 و22. ممكن نتخيل ان احنا في اجواء الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال، يعني قبل ما ألمانيا تقوم بإجراءات التأميم والدولة تضع يدها على شركات قطاع خاص او تستولي على اصول روسية في اطار الحرب الدائرة، سبقتها إجراءات أكثر غرابة، إنه في أسبانيا يدوا للعمال مثلا نصائح بلاش تربطوا الكرافات لأن ده هيحتاج طاقة أكثر، إنه فرنسا تعمل غرامات على المحلات المكيفة اللي بتفتح أبوابها، إن الألمان يكدسوا من الخشب لأنه مش واثقين إنه وسائل الطاقة العادية هتشتغل، وبالتالي وضع استثنائي كبير جداً أو غير مسبوق بيؤدي إلى إجراءات غير مسبوقة، ومنها اللي حضرتك بتشيري إليه. هل الدول الأوروبية الأخرى من الممكن أن تأخذ يعني نفس هذا القرار؟ أخذت بالفعل اللي هو تقصدي عملية التأميم؟ لا بالضبط. لا، هي عملية التأميم يعني له ظروفه، إن هي عموما فرنسا عملت كده، يعني فرنسا من حوالي سنة ونص عملت حاجة زي كده، إنما فكرة إنه الدولة تحاول تسيطر طيب أو يلعب دور أكبر، طب ما هو بعيدا عن التأميم في إجراءات واضحة جدا ومعلنة إن الدولة بتضخ عشرات المليارات كل دولة على حدة في شكل دعم، وانت عارفة الدعم في الدول الرأسمالية الاقتصادات المفتوحة يعني عليه دايما يعني من المحاذير أو التابوز، فإنه هم يضخوا كل ده في إجراءات دعم للمواطن عشان الأزمات اللي بيواجهها، ما ده برضو من الإجراءات الاستثنائية. طيب، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كمان النهاردة يا أستاذ سيد يعني رفع الفايدة أو رفع سعر الفايدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%، انعكاس ده إيه على الاقتصاد العالمي؟ ما هو ده يعني هي للاسف مش عارف، كان في مثل انجليزي بيقول ات نيفر رينز بت بورز تقريبا، اظن حاجه كده يعني مش بتمطر لكن بترخ يعني ما هو جزء من القصه، يعني لو بس يعني هو الوقت ضيق، لكن ازمه الطاقه دي يعني مثيره لل يعني موضوع جذاب جدا ان الواحد يشوفه جاي منين، مزيج من قرارات سياسيه، قرارات استثماريه، تطورات تكنولوجيه الى اخره، وطبعا قرارات ماليه. يعني على سبيل المثال ارد على سؤال حضرتك الاول عشان الناس تاثير يعني إن رفع سعر الفايده من قبل المركزي الامريكي، طبعا هيبقى التكلفه عاليه جدا لاي شركه عاوزه تستثمر. النهارده انا بقول ان عندي ازمه طاقه، المفروض ازمه الطاقه دي حلها ان انا بستثمر يا في الطاقه التقليديه يا في الطاقات البديله. طب الاستثمار عاوز فلوس، الفلوس لما بتكون تكلفته عاليه، يعني حضرتك بتقولي انه كان لغايه نهايه 21 كانت التكلفه تقريبا من زيرو
إلى 0.25%. معنى كده أن أنا كمستثمر أمريكي ممكن أروح أخذ الفلوس وأدفع فائدة في حدود 0.25% 0.5%. بسيطة. شيء لا يذكر. وعلشان كده كانوا بيجوا يسلفونا إحنا كمان وفرحانين أو أن إحنا بنديهم 2 و3 و4% إلى آخره. صافي يعني. النتيجة لما التكلفة بترتفع تبقى 3% و3.25%، ده بيكون أحد العوائق اللي بتضع ضوابط قيود على الاستثمار. اللي بيخلي الصورة أصعب إن اللي هيجي يستثمر في قطاع الطاقة ده هيضخ مليارات، أرقام كبيرة. عاوز يتأكد إن أنا مش هضخ النهاردة في منجم فحم أو في مثلا وحدة لتسهيل الغاز أو في بير بترول وبعد كده بعد 15 سنين يقولوا له لا خلاص إحنا دي مرحلة وعدت وإحنا بندور على طاقة متجددة. تمام. إحنا للأسف الوقت ضيق يعني النهاردة، لكن لينا لقاءات تانية أستاذ سيد، وإن شاء الله يعني الحديث في هذا الموضوع مستمر. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا ليك الكاتب الصحفي الأستاذ سيد قبيل المتخصص في شؤون الاقتصاد والسياسة الخارجية، شرفتنا وبشكر حضراتكم ونشوفكم إن شاء الله مرة أخرى في حديث الأخبار. إلى اللقاء.